نرحب فيكم من جديد. وصلنا للمحطة الجميلة ومع طبخة اليوم مع الشيف روان. ولك يا سندس كيف الشغل؟ بيان بقول لك سالفة. أنت الحين عمان، تمثلين عمان وأنا السعودية والمغرب الحين هنا قاعدين في مطبخ مغربي. روان خلينا نذكر المشاهدين بس بمقادير الطبخة من جديد. عندنا هنا عندنا دجاج، كسكسي، خضار مشكلة حسب الرغبة، طماطم، صلصة، زعفران وبصل وتوم. صراحة الرائحة حكاية، الريحة حكاية صراحة. طيب الحين شفتك قاعدة تحطين، حطيتي أول شيء الكسكسي تحت، بعدين الكسكسي تحت بعد ما طبخناه على البخار الدجاج والخضار. حطينا الدجاج الآن بنحط الخضار وبنزين وبالعافية. جميل. طيب بالنسبة للخضار هل في ترتيب معين لازم تحطينه أنت عشان يعني في شيء يستوي قبل النضج؟ شيء صحيح. بنحط أول شيء الجزر، البطاطس، القرع. أساعدك. وآخر شيء بنحط الكوسة. عادة في الكسكسي بنحطها أكبر بس عشان الوقت عندنا صغرناها شوية. وبس. طيب بالنسبة لتزيين الطبق هذا الرئيسي راح نستخدم الزيتون ونستخدم البقدونس. ليش استخدمنا الزيتون؟ لأن الزيتون وزيت الزيتون أساساً من أكثر المكونات الموجودة في المطبخ المغربي. تعرف أن المغرب قريبة من أسبانيا فمتأثرين كثير بأسبانيا. طيب أنا قاعدة أشوف ما شاء الله الأطباق يعني يميزها الشكل، هل في أواني معينة لازم تكون يعني في المطبخ؟ أواني الفخار مشهورة فيها دول شمال أفريقيا كلها بما فيها تونس، ليبيا، الجزائر والمغرب اللي هو اليوم. كل الأنواع الفخار يعني بشكل على حسب الطبق يعني. أي إحنا بنستخدم الفخار وبندخله ممكن الفرن، ممكن بنحطه على النار، ممكن بنقدم. حطيتي الزيتون؟ حطينا الزيتون. الحين باقي نحط شوية بقدونس. الزعفران وش وين راح نحط؟ ولا خلاص؟ نحط رشة كده لو حابة. إذا كل شيء عادي نحط. خلاص. أهم شيء إنه. وكده خلصنا الكسكسي. طيب لو نتكلم عن الأطباق الموجودة الحين. تمام. أوكي. عندنا الكسكسي بالخضار. هذا الطبق الرئيسي. صح. حلو. وهنا عندنا طنجيه ممكن نسميه طاجن. طنجيه باللحم نسبه لمدينه طنجه في المغرب. طب خلينا نتكلم شويه عن تفاصيلها شويه بشكل سريع. عندنا لحم، ثوم، ليمون مطبوخ معاهم، وكمون، فلفل اسود وملح. حلو. وهذه الصوص حق اذا حاب احد يشرب المرق، لو حابه زياده حتحطي هنا. جميل. عندنا هنا الحلو زيك. الله يحلى ايامك، شكرا. طيب بالحميد ايش اسمه؟ حريشات. حريشات يعني الحلا، وطبق مين كورس رئيسي. صحيح. وطبق اضافي بالاضافه. صحيح. السفره ما شاء الله متكامله، فيها حلا وفيها هذا. لو نتكلم اكثر عن الاطباق المغربيه الاخرى، البسطيله والشغلات الثانيه. عندنا كمان الحريره. الحريره من الاشياء اللي الحريره من الاشياء المهمه في المطبخ المغربي. يعني حتى لما بتشوف المطابخ برا السعوديه، يعني مو برا السعوديه، برا المغرب، برا العالم العربي، بتلاقي من اهم الاشياء الموجوده الكسكسي هذا الاساسي، الحريره. وبالنسبه للحلا هذا تحديدا خلينا نشوف. ممكن تجربي؟ انا بجربه على الهواء مو مشكله، بس اعطينا مقاديره. عندنا سميد، دقيق، بيض، فانيليا، وخميره وبيكنج بودر، وشويه حليب، وشويه بيان. فاتك نص عمرك، مره طعم. بالعافيه. فبعدين بعد كده فرن، يخبز في الفرن. ويخبز في الفرن. ويعني انت لو تلاحظي شويه قريب من البسبوسه، لكن يعني بشكل اقرب. وحلاه بسيط جدا، يعني ما عليه شيره، ما يحتاج شيره. لا ما يحتاج، الا لو حابه انت عادي. يعني لو نتكلم عن اوقاتها، ياخذ كم تقريبا الكسكسي؟ اخذ مني تقريبا 45 دقيقه بما انه دجاج. لو لحم حياخذ مني ساعه ونص. هنا اخذ مني ساعه ونص، وهنا اخذ مني 20 دقيقه. وبالنسبة يحتاج قدر ضغط ولا ممكن بالقدر العادي؟ لا بالقدر العادي ما في مشكلة. أنا أشوف سيدات كثير من اللي أدربهم يخافوا يستخدمون قدر الضغط، وأنا منهم. ما أحب أستخدم قدر الضغط، فنطول المدة وراح يستوي معنا. يعني نصحى بدري ونبدأ ندخل المطبخ. أيوة ولا نصحى بدري. يعني ندخل مخاطر ولا قدر الضغط. ولا ندخل وإحنا خايفين من قدر الضغط. طب دورات الطبخ المغربي هل هي منتشرة مطلوبة؟ في العالم العربي يعني ما ودي أقول كده، بس يعني أنا أول دورة مغربية في العالم العربي. في المغرب ممكن يكون موجود، ما أعرف الصراحة. أنا أخذتها كتدريب بالإنجليزي، فما أدري في العالم العربي موجود أو لا. واحدة ثانية. طيب هل في طريقة سريعة الكسكسي مثلا تقدري تقوليها للمشاهدين بحيث أنها تسويها بطريقة أسرع؟ أسرع من كده. اعملي مرق لحم أو مرق دجاج مع خضار، شربي الكسكسي ودخليه الفرن.
مع بعض من غير ما تحطيه من غير ما يعني انتم شفتوني كل شويه اشرب المرق وكذا، ما ودك توقفي جنب القدر ما هي مشكله، شربي الكسكسي ودخليه الفرن. طب اذا طلع معجن او تعجن عليه ايش ممكن تضيفي؟ احنا قبل لا نحطه على النار بنحط معه شويه زيت زيتون ومويه، هذا يخلي التعجين يروح. واضح. طب البهارات في المطبخ المغربي وش هي تحديدا؟ عندهم النعناع، القرفه، الكمون، وايش كمان؟ والكركم. طب لو اسالك جديدك انت في التدريب ان شاء الله المطبخ القادم ايش راح يكون؟ ان شاء الله اليوناني باذن الله. ما شاء الله عليك متشعبه يعني، كيك ومغربي ويوناني. عندي الحمد لله 18 دوره ما شاء الله. الشيء اللي ما عندي لسه المطبخ السعودي. ايش ما يحتاج تعليم ما شاء الله، كلنا نعرف نطبخ. أيوه ما شاء الله تبارك هذه شهاده حلوه البنات الوطني يعني انهم فعلا ما شاء الله عليهم في الطبخ. بس حلو التنويع، حلو الواحد يعني يتعلم طبخات جديده واكلات جديده، وان شاء الله بعدين تسوي لنا برضو اطباق عمانيه جميله يعني عندهم اطباق جميله. انا ما راح اسالك على الهواء خاف ما تعرف تطبخي، ما راح اقول لك وش عندكم من اكلات. خلينا نرجع مره ثانيه نتكلم عن التزيين. اخيرا عاده في التزيين بنستخدم البقدونس، الزيتون، الليمون، بما إنها هي أساساً مكون رئيسي داخل الأطباق المغربية. فما تكسر النكهة بنكهة مخالفة تماماً، لا بنحط نكهة من جوة من الطبق نفس المحتوى حق الجميل. إذا لو تكلمنا عن يعني الأطباق المغربية بصفة عامة، هي عملية وهي جميلة وهي كمان وصحية وواجهة. خلينا نتكلم على الكالوري يعني تحديداً، هل هو يعتبر إنه في حال واحدة عملت رجيم ممكن تأكل هذا الأكل؟ جداً جداً. تعرفي ليش؟ لأن هنا ما استخدمنا زيت بتاتا، سلقنا اللحم مع ثوم والبهارات اللي قلت لك عليها وخلاص. بالنسبة هنا استخدمنا زيت زيتون وانتهينا. هذا واحد من الأطباق اللي بقدمها في دورة الدايت أساساً. يعني هذا أنت روحي كلي، أوكي في كربوهيدرات لكن تقدر تقلل النسبة إلى 1 كوب معياري مرة ممتاز. جميل. خلال كم ممكن أنا أتعلم أطباق زي كذا جميلة في دورة مدتها كم؟ أسبوعين. أسبوعين مو كثير؟ أبي أتعلم بسرعة. هي أقل لكن أنا بعطيكي فرصة يوم إيوة ويوم لا بما أنك مشغولة. طيب. اليوم اللي الدورة فيها تطبيق ولا أنت بس تعلميني وأنا أروح بيتنا أطبق؟ تطبقي وتوريني أخطائك، توريني طبقك، أنا أقول لك إيش المشكلة. إيش الأخطاء اللي المفروض تفاداها في هذا الطبق؟ مثلا زي هنا بعض البنات بينسوا يشربوا الكسكسي قبل، فبتقولي معجن معايا. جميل. طبعا يعني ما شاء الله تبارك الله الأطباق جميلة، وأنا ذقت هذه بس الكسكسي وهذا هذوقها مع بيان، ما أبغى يعني أبدأ قبلك أذوقها، بس الحالة حليت قبلك. فخلينا نأخذ منك نصيحة لكل البنات فيما يخص التدريب والطبخ، اللي كثير يروحون لأي مدربة ويتعلمون الطبخ لمجرد أنها يعني تبغى تعرف أشياء أساسية وكلها ممكن تكون غلط. يعني قاعدة صحيح. تعطينا أساسيات بس ما تعطينا إذا صار كذا ترى سوي كذا. إذا يعني زي مثلا أنا أعطيكم معلومة ما أدري إذا كان صح ولا لا، إذا الملح زاد تحطين بطاطا. صحيح. الحمد لله شاطرة. طيب وش في معلومات بعد؟ عندنا كمان من المشاكل اللي ممكن أحيانا إذا حركت الطبق، حط خبز على وجه القدر بياخذ لك ريحة الحراق. جميل. هذه الأشياء المهمة اللي ننساها أحيانا ونتورط. طيب رسالتك لكل فتاة بتاخذ دورات رجنوش على قول وما قاعدة تستفيد، وش السبب يعني؟ أول شيء حاولي تطبقي. يعني البنات أحيانا بيجوا يقولوا لي مثلا شيف إحنا يعني مثلا في مشكلة معينة. حبيبتي طبقي وراح تلاقي إنه كل شيء سهل. كلنا أول ما يعني نجهل شيء نخاف منه أو نحسه صعب. مجرد ما تطبقي حتكتشفي الأشياء، حتكتشفي المشاكل ويكون الموضوع جدا سهل. شيء ثاني مهم لكل واحدة، يعني تقول أطبق الوصفات وما بتزبط، ارجعي للوصفة وشوفي هل أنت بتمشي عليها مزبوط ولا لا. لأن في البداية كمتدربة أو يعني بدايتك في الطبخ لازم تمشي. يعني أنت مع المقادير مو بالعين؟ أنا بالعين أطبخ. أنا أطبخ بالعين وأنت بالعين عشان طباخة محترفة. عشان طباخات. طيب جميل. أخيرا يعني خلني أسألك أنه يعني رسالتك المستقبليه، طموحاتك في مجال الطبخ، بما انك ما شاء الله اشوف المتعه في عيونك وفي ابتسامتك وانت تطبخين. انا بالنسبه لي الطبخ شغف. انا معايا ماجستير اداره تربويه من امريكا، يعني المفروض اني جامعية اداره مطبخيه. اداره مطبخيه المفروض اخذ، لكن شغفي الحقيقي في الطبخ وان شاء الله مستقبلي في الطبخ كمان. ان شاء الله كل التوفيق لك ويعطيك العافيه. اليوم اطباق جميله، لكن وين البسطيله اللي احبها انا؟ بس مو مشكله، راح نرجع. يعطيك العافيه، شكرا لك.